عندنا شركات اكتر، عندنا تقريبا ضعف الشركات الموجوده ومن 5000 ل 7000 وظيفه. ملتقى تاني توظيف هو تكمله اللي احنا شغل عملناه السنه اللي فاتت. فكره الملتقى ان احنا كنا عايزين نعمل حاجه فوريه، حاجه تسهل للشباب اللي عايزه تشتغل بجد، وعشان كده احنا اللي عملناه ان احنا خلينا الشركات اللي جايه تعمل مقابلات في نفس الوقت، يعني فالشباب اللي جايه عايزه تشتغل بتيجي تعمل مقابله وبتاخد يا اما رفض او قبول ساعتها. وعملنا كده عشان كان لقينا ان في ملتقات تانيه طبعا يعني كنا بنسمع شكاوي ان ناس بتقدم ومحدش بيكلموه وكده، فاحنا عايزين يعني نتجنب المشاكل دي كلها. وفعلا الحمد لله لقينا شركات قابله الموضوع ده، واحنا النهارده عندنا 7000 وظيفه تقريبا و19 شركه مشاركه. سوقناه من خلال وزاره التضامن الاجتماعي اتفاقيه معاهم، بعتنا رسائل، بعتنا 200000 رساله لراغبي عمل، وسوقناه طبعا الكترونيا من على الموقع عندنا. وعندنا طبعا رعاه صراحه ساعدونا كتير زي برومو ميديا وان اي، والحمد لله يعني المره دي حاسس ان الضغط اجمد يعني من السنه اللي فاتت. يعني احنا مجموعه مختلفه من الشركات النهارده بتدور على مؤهلات متوسطه وجزء مؤهلات عليا، بس احنا تركيزنا مؤهلات متوسطه. فعندنا شغلانات زي طيارين، زي شيفس، زي عاملين استقبال، زي ادمن. عندنا مجموعه كبيره جدا يعني مختلفه، ده اللي انا اقدر افتكره دلوقتي بصراحه. عيننا حوالي 40% من اللي حضروا السنه اللي فاتت، والعدد السنه دي الحمد لله اكتر بكتير قوي، وان شاء الله هيبقى البرسنتج اعلى كمان. يعني اطمح في جد فرصه عمل، معايا بكالوريوس تجاره، معايا جنرال انجلش من الجامعه الامريكيه، معايا تريننج في الاي اف ار اس، انطباع الملتقى الوظيفي. انا حضرت الملتقى الوظيفي، جات فرصه عمل. الحقيقه احنا بنشترك مع بعضنا في اعلاء قيمه العمل وتشجيع الشباب اكتر انه يسعى للعمل وليس سعي فقط للحصول على دعم نفسي.